ومعنا من غزة السيد أيمن دلول الصحفي الفلسطيني، مرحبا بك يا سيد أيمن. إذا مع بدء العام الدراسي في غزة، إلى أي مدى أثر قطع المساعدات الأمريكية عن مدارس وكالة الغوث، وكيف تفسر هذا الإقبال من الأطفال الفلسطينيين على المدارس؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية ما من شك فإن الشعب الفلسطيني يدرك أهمية العلم كأحد أهم الأسلحة التي يواجه من خلالها الاحتلال الصهيوني الغاشم للأرض الفلسطينية. وربما الدراسات والإحصائيات الدولية التي أكدت بأن قطاع غزة في مراتب متقدمة للغاية يعني غياب الأمية يشير إلى هذا الأمر، رغم ضيق ذات اليد ويعني ضيق الحال على مواطني قطاع غزة، وبخاصة في هذا العام والموسم الدراسي الحالي العام 2018. لا أبالغ إن قلت بأنه من أسوأ الأعوام التي تمر على المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة. طلاب يصرون على التوجه إلى المدارس رغم أن الكثير منهم لا يملك مصروفه الشخصي اليومي أسوة بكافة أطفال العالم. القرار الأمريكي المتعلق بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بكل تأكيد انعكس بشكل كبير على مدارس الوكالة. ولكن إصرار إدارة ترامب على قطع المساعدات ووصول ذلك إلى القطاع الصحي، هذا الاستثمار السياسي لمعاناة غزة هل سيسهم برضوخ الفلسطينيين؟ أم هناك يعني حلول يعني أخرى؟ يعني أجيبك بما صرحت به إحدى الصحف الصهيونية في هذا اليوم، وأكدت أو حذرت عفوا من إمكانية الانفجار في أي لحظة من قبل المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة. أمريكا والكيان الصهيوني وأطراف مختلفة تراهن على أن الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة قد يرضخ أمام هذه الحالة من الابتزاز، غير أن الوقائع التاريخية تثبت لأن الفلسطيني كلما انضغط انفجر في وجه من يحاصره، وربما يعني الانفجار هذه المرة إن حدث سيكون في اتجاهات مختلفة وسيستهدف أطراف مختلفة. المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة مات لا يخشى على أي شيء يمكن أن يخسره، لا يوجد أي شيء يمكن أن يخسره أو يخشى أن يخسروا من نتيجة انفجار في وجه الاحتلال، ولكن بشكل يومي هنا. عفوا سيد أيمن، ما الذي يعيقكم من الوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية تقف بوجه مشروع ترامب ونتنياهو في وقت تقول كل جهة فلسطينية بأنه لا مانع لديها من إتمام هذه المصالحة؟ يعني الجهات الأمور باتت واضحة هنا في الأراضي الفلسطينية. المواطن الفلسطيني يعني بات لا ينظر كثيرا إلى التصريحات، وإنما يريد أحداثا في الميدان. الميدان يقول بأن هناك السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح تواصل التنسيق مع الاحتلال الصهيوني، وتصرح بالصوت والصورة بأنها متوافقة مع الشباك الصهيوني 99%. المواطن الآن يعني الكثير من الحديث الذي يدور بين المواطنين كيف لجهة فلسطينية تتوافق مع محتل الأرض ب 99%، لا تتوافق مع الشارع الفلسطيني ب 1% فقط. هذه هي المعضلة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية من جانب. من جانب آخر هناك يبدو بأن إدراك لدى المواطن الفلسطيني بأن هذه السلطة الفلسطينية باتت أداة تنفذ ما يعني يدور في فلك الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هنا على الأراضي الفلسطينية. أشكرك سيد أيمن دلول الصحفي الفلسطيني من غزة.